السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ما شاء الله غادي نشوفوا السيارات اللي دايرين 13 مليون 130 ألف درهم. إذا السيارات 130 ألف درهم، غادي نشوفوا السيارات اللي بين الثمن هذا ما بين 13 مليون و 13 مليون ونص. إذا نبدأ على بركة الله، عندنا واحد 20 سيارة معنا اليوم. غادي نبداو باول سياره معنا، وجميع الارقام غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي تهبطوا لتحت تكليكيو على السيارات اللي بغيتو، راه غادي تلقاو الرابط ديالها بحول الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اشهار ديال الفيديوهات ديالهم او السياره ديالهم بغيو يعرضوهم للبيع، فمرحبا كنقدموا هذه الخدمه بالمجان. ما عليك الا تواصل على الرقم ديال الواتساب اللي كتشوفوا الفوق هنايا، غادي تواصل بالواتساب فقط. انا لا اجيب على الاتصالات، الله يجزيكم بخير. صيفطوا لي في ميساج في الواتساب، راه لي زابيل ما يمكنليش اني نستقبل لي زابيل، ذلك لاكثرتها. راه كتلقى 10 ديال لي زابيل كل نهار، ما يمكنش غادي نبقى نجاوب على الجميع. اذا نبداو بلا ما نطول عليكم، نبداو باول فيديو معنا اليوم. اول سياره معنا اليوم، عندنا هاد المرسيدس. هادي مرسيدس المباركه، هادي سيدي ديرا مرسيدس سي 220 افون غارد. نشوفوا التصور ديالها ومن بعد غادي نشوفوا الثمن ديالها. عندنا هي دي الصوره الاولى، دي الصوره من الداخل، صوره جانبيه وصوره جانبيه كذلك، وصوره من الخلف، صوره من الداخل. هذه شفناها. اذا هذه الثمن ديالها بالضبط داير 130 ألف درهم، 13 مليون. هذه مازوت تسعد الخيل، و الكيلومتراج ضربه 180 ألف، موديل 2008، و موديل كلاس سي مرسيدس، كلاس مرسيدس بنز كلاس سي. هادي دبليو في او ماروك بروميير مان. هادي كان مولاها تيقول على ان الصالون ديال الكوير، بواطا فيتيس اوتوماتيك، افيك فيبل كيلومتراج ديال 189 ألف كيلومتر. إذا هذه السيارة الأولى. ندوزو للسيارة الثانية معنا، هذه السيات، هذه سيات ليون، السيات البيضاء. نشوفوا التصور ديالها ومن بعد نشوفوا الثمن ديالها. إذا هانتوما كما كتشوفوا من برا، فهي سيات بلون بيض. هانتوما كتشوفوا الصالون، هانتوما كتشوفوا الصورة الأمامية والصورة الخلفية. إذا هادشي اللي كاين في التصور. غادي نشوفوا دابا الثمن ديالها. هذه مولاها طال فيها 13 مليون ونص، 135 ألف درهم. تيقول على أنها مازوت، كاينة في أكادير، ضربة 120 ألف كيلومتر، و موديل 2017، موديل سيات ليون، سيات ليون. هادي بخوميييغ مان، تخي بيان اونتروتوني، جوانت ألومنيوم، فولون ملتي فونكسيون، و زيجون بربعة إلكتريك. ندوزو للسيارة الأخرى. هادي كيما قلنا هاد سيات ليون دايرة 13 مليون ونص. ندوزو للسيارة الأخرى، هنا هاد الفولكس فاجن الجميلة، فولكس فاجن. شوفوا التصاور ديالها، هانتوما 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 شتي كي دايرة. إذا هادي مولاها طار فيها 13 مليون 130 ألف درهم، مازوت 8 د الخيل أوتوماتيك، الكيلومتراج 180 ألف كيلومتر ضربة، موديل 2009، فولكس فاجن موديل باسات سي سي، باسات سي سي دبليو في او ماروك. هادي كيقول مولا ان السياج كوير، من موديل 2009 كما قلنا، وتديونات في 2012. اذا هادي مديوانيه، هادي لاكلين فيها ديجيتال، لي جوانت كاملين، لي جونت الومنيوم، اكران تاكتيل، ليميتور اي ريغولاتور دو فيتاس، توت اوبسيون. فيها جوج ديال السوارس. اذا هذه 13 مليون، ها هي هذه 13. هذه كما كتشوفوا فهي جميله جدا، المنظر ديالها يا سلام. اذا ندوزو للسياره الاخرى. عندنا سيده السيارات، داسيا دوكر، داسيا دوكر، انت سيدي، انت داسيا دوكر، ها هي بالنسبه للناس ديال التجاره وداك الشيء. هذه مولاها طال فيها 13 مليون ونص، يقول على ان داسيا دوكر فيها 6 ديال البيبان، 6 ديال البيبان، فيها 6 ديال الخيل، ضربه في الكيلومتراج 5000، وخرجت في 2009. وهذه دبليو في او ماروك بروميير مان،
بروميير مان. اذا ها هي كما شفتوا هذه 2019 باقا جديده ضربه في الكيلومتراج. هنايا راه 76000 ماشي شنو كاتب هو هنايا كاتب لنا 5000 هذا راه خطا. انا انا خصو يكتب لنا 76000 76000 كيلومتر اللي ضربه هناك هي هذيك. لا عفوا 7668 باردون سمح لي 7668 يعني هي هذيك صحيحه 7668 ديال الكيلومتراج. اذا ندوزو السياره الاخرى معنا هاد التويوتا هادي وما ادراك ما التويوتا كورولا تويوتا. شوفوا التصاور ديالها هانتوما كتشاهدوا معايا نتوما سيدي التويوتا هادي. اذا هادي مولاها طلب فيها 13,060,000 ريال 133,000 درهم 133,000 درهم. اذا هادي مازوت 6 الخيل ضربه في الكيلومتراج 95,000 وموديل 2014 و دبل في او ماروكو بروميير مان. هادي بروميير مان وخرج من 2014. هادي مولاها تيقول عليها تويوتا كورولا ديزل سيلفر بلس سيلفر بلس. اذا نتوما كتشاهدوا معايا هادي طال فيها 133000 درهم 13,060,000 ريال. ندوزو السياره الاخرى مع هاد الفولكسفاجن. هادي فولكسفاجن توارك يا سلام فولكسفاجن توارك هانتوما كيما كتشاهدوا معايا يا سلام. هادي يا سيدي مولاها طال فيها 13,135,000 درهم 135,000 درهم. هادي مازوت فيها 11 الخيل ضربه في الكيلومتراج 250,000 وهادي بواطا فيتاس اوتوماتيك وخارجه من 2012 خارجه من 2012 موديل توارك كما قلنا ومغربيه وتوارك موديل 2012 توت اوبسيون تري بون اي اي بواطا فيتاس اوتوماتيك كوير طابا. هادي ندوزو للسياره الاخرى هادي فورد فوكس فورد فوكس. هانتوما كتشاهدو معايا فورد فوكس هاهي هادي. هادي مولاها طال فيها 13,060,000 ريال 133,000 درهم 133,000 درهم و مازوت و ستة د الخيل بواطا فيتاس مانويل ضربة في الكيلومتراج 120,000 و موديل 2013 خارجة من 2013 و موديل فوكس فورد فوكس. هادي توت اوبسيون. ندوزو للسيارة الأخرى معنا هاد المرسيدس مرسيدس هاهي هادي هاهي هادي هاهي هادي التصاور ديالها هومادو 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 هانتوما. إذا هادي مولاها تيقول على أنها طار فيها 13,000,000 ضربة 13,000,000 تيقول على أنها ديزل فيها 12 ديال الخيل و ضربة في كيلومتراج 190,000 190,000 وموديل 2009 موديل 2009 وكولور نوار كما شفتوها. صافي هادشي اللي كاين صافي وفيها توت اوبسيون خلاص راكم خبا في راسكم. اذا هادي مولاها كما قلنا طال فيها 13,000,000 اكزاكت 13,000,000 نيشان. هادي سكودا انتظروا ظهور الصور نجي تبان لنا الصور ديالها نشوف التصور ديالها. هي هادي هي هادي هي هادي هي هادي 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 هيا هيا هيا. اذا هادي هادي موديل الثمن ديالها 13,500,000 135,000 درهم مازوت فيها 8 الخيل ضربه في الكيلومتراج 120,000 120,000 وهادي مخرجه من 2013 و هادي موديل اللي كتسمى موديل اكتافيا اكتافيا سكودا اكتافيا سكودا اكتافيا. نزيدو نشوف واش كاين شي تفاصيل اخرى هنا ولا تيقول على انها سكودا اكتافيا 8 ديال الخيل موديل 2013 توت اوبسيون صالون ديال الكوير جوانت الومنيوم بلوتوت رادار دو ريكول كاميرا دو ريكول فيتر الكتريك كليما اوتوماتيك بيزون بيزون فولون افيك كوموند و ريغولاتور. المهم توت اوبسيون المهم فيها كلشي. ندوزو السيارة الأخرى هادي داسيا هادي معنا داسيا 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 سانديرو بطبيعة الحال. هادي شوفو التصاور ديالها شوفو التصاور ديالها نتوما كيما كتشاهدو معايا هادي داسيا سانديرو داسيا سانديرو
باقه جديده باقه نقيه. هذه بروميير مام ولا الطرفيه 13 مليون، وتيقول على انها مازوت فيها 6 دخيل بواطا فيتيس مانويل ضربه في الكيلومتر 4000 وشي حاجه، موديل 2020 عفوا، يلا جديده ديال هذا العام هذا 2020 وصافي هادشي اللي فيها. وهي خارجه في 2020 في شهر 5، يعني غير في تقريبا 3 شهور هذه تقريبا. وكيقول على انها موجوده في تمارا، اذا اللي بغاها يتواصل معها راه كاينه في تمارا. ندوزو السيارة الاخرى، هادي معنا هاد سانغيونغ ستافيتش، فيها 6 ديال البلايص. الزوارة ما تهز، يا سلام نمشيو في الطحين برعين. انت سيدي انت سانغيونغ ركبه يا سلام، متيسع مع راسك. هادي مولاها سيدي طال فيها 13 مليون، وتيقول على انها 6 فيها 8 ديال الخيل ومازوت وضربه في الكيلومتراج 300000 وخارجه من 2013 وهي كتسيركيلي في البلاد. وستافيتش هادي سانغيونغ ستافيتش هادي نعم سيدي ستافيتش travail galak mziana parfait pour la pour le travail ou la famille, une voiture confortable et faible et fiable peut-être utilisée pour le tourisme et pour les voyages en famille. طبيعة الحال هادي زوينة السفر العائلة هادي، يا سلام. لأن نتوما كما كتشاهدو معايا تهز فيها تقريبا جوج القدام وجوج الوسط هي 4 وثلاثة اللور هي 7، يا سلام. عندنا دوزر سيدي هادي الثمن ديالها هادي 13 مليون 130000 درهم. هادي ندوزو السيارة أخرى ديال الفورد، هادي فورد فوكس نعم سيدي. هادي نشوفو شنو فيها، هادو هما التصاور هانتوما كتشاهدو. تن هادي مولاها طال فيها 134000 درهم، 13 مليون و 80000 ريال. وتيقول على انها مازوت، فيها ضربه في الكيلومتراج 120000 وخارجه في 2015 وفورد فوكس ديزل موديل 2015 تري بروبر جوانت الومنيوم الفيتر الكتريك الرادار دو ريكول كاميرا دو ريكول جميع المسائل راها فيها. اذا ندوزو للسياره اللي من بعدها، عندنا سيدي هاد تيغوان رولز فاغن تيغوان اذا نشوفو معانا تيغوان كي دايره. هيا دي يا سلام، انها جميله، انني اعشق الفولكس فاغن. ها انتم سيدي، هادي دايره 13 مليون ونص، هادي راه مازوت 8 ديال الخيل بوطا فيتاس اوتوماتيك وضربه 190000 في الكيلومتراج وموديل 2009 ودوزيام. ولكن كيحتاجو شي تصويره من الداخل، يا سلام تكون شي تصويره من الداخل باش تزيد ديال القضيه. ما عليناش، المهم هادي الثمن ديالها كيما قلنا 13 مليون ونص. تسالي ودي لا. ندوزو للسياره الاخرى، معنا هاد البيجو 508 نشوفو التصاور ديالها، هانتوما معايا وهانتوما معايا. إذن هانتوما سيدي، هادي طال فيها 132000 درهم، 13 مليون و 40000 ريال. هادي بيجو 508، هادي مازوت 8 ديال الخيل وضربه 110000 كيلومتر وموديل 2014 توت اوبسيون كاربورون ديزل ترانسميسيون اوتوماتيك سياج كويرتي بوست. المهم جميع المسائل راه فيها، بويسونس فيسكال 8 ديال 8 ديال اللي شوفو. ندوزو للسياره ديال الجولف 6 هانتوما، هاد الجولف 6 هانتوما كتشاهدو معايا الجولف 6
هانتوما سيدي التصاور ديالها، التصاور من الداخل، ها هي دي من الجلب، ها هي دي من اللور، وهادي الثمن ديالها سيدي طال فيها 13.5 مليون، من 13 مليون. هادي مازوت وستاد الخيل، ضربة 200,000 كيلومتر، موديل 2010، غولف 6، هادي غولف 6. ندوزو السيارة الأخرى، هادي باسات، فولكسفاغن باسات، يا سلام، الله عليك يا باسات، باسات سي سي، هانتوما، الله، يا سلام، يا سلام على السيارة، يا سلام، يا سلام، يا سلام، شوف 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 شوف. هادي يا سيدي مولاها طال فيها 13 مليون و 80 ألف ريال، 134 ألف درهم، 134 ألف درهم. هادي بواطا فيتاس أوتوماتيك من طبيعة الحال، وديزل 8 ديال الخير، وضربة 170 ألف، موديل 2010، ماشي مشكل، موديل 2010 ماشي مشكل أسيدي، ياك أسيدي، ياك 13 مليون و 80 ألف ريال، وكان أسيدي شكرا. ندوزو السيارة الأخرى، هاهي هادي معانا هاد السيارة هادي الأخرى، معانا سيدي هاد المرسيدس سي 220، هاهي هادي سي 220، شوف معايا، شاهد معايا سي 220، مرسيدس سي 220، هاهي التصوير من الداخل والمسائل. هادي يا سيدي مولا طار فيها 13.5 مليون، تيقول على أنها فيها 9 ديال الخيل مازوت، 9 ديال الخيل مازوت، سعد الخيل، وضربه في كيلومتراج 110 ألف، وتيقول على انها موديل 2008، سنة 2008، وموديل 220، موديل مرسيدس 220، ديوانية ماشي بخوميير مان، وتيقول على انها جامي اكسيدونتي، بون توني دو روت، اوتوماتيك، تري اليغونس، باك لوكس، بي في ا، بنو plaquette, vidange, moteur et boîte récemment effectuées. Nous avons aussi la Sierra l'autre. Hadi moulaha tu goul elle a 308. Antouma كتشاهدوا معايا 308 كي دايره. Antouma aussi dit. Antouma هي دي 308. إذن هادي مولاها طال فيها سيدي 13 مليون و 60 ألف ريال، 133 ألف درهم، هادي فيها 6 ديال الخيل، ضربة 80 ألف الكيلومتراج، موديل 2016، موديل 2016، مولاها تيقولها لأنها فيرسيون أكتيف، بخوميييغ مان، موديل فان ديال 2016، أون تخي تخي بون إيطا، توت أوبسيون، كليما، فيرميتور سونتراليزي، جوانت ألمنيوم، ليكخون تاكتيل، جي بي إس ماروك. وجميع المسائل. إذا ندوزو السيارة الأخرى، هادي سيتخوين، سيتخوين سي كات، سيتخوين سي كات، هاهي هادي، شوفو التصاور ديالها، هادي التمن ديالها، إذا التمن ديال هادي داير 134 ألف درهم، 13 مليون و 80 ألف ريال، هادي ستة الخيل، مازوت. ضربة 95 ألف كيلومتراج، موديل 2015، مولاها تيقول على انها بسيتروين سي كات سبيس تورر بيكاسو، امبيكابل، كونفورتابل، اي براتيك بور لي جون، لا فامي، كوندويت في او لونغ تراجي. اذا فهي مزيانة، فيها موتوريزاسيون 1.6 HDI، و 115 ديال الخيل، و البويسونس فيسكال 6، يعني 700 درهم في لافينيت. اذا هادشي اللي كاين. ندوزو للسيارة الاخرى، معنا اخر سيارة، هاد السيارة هادي، هادي معنا تويوتا، تويوتا كورولا بيان انتروتوني، نشوفو التصاور ديالها ومن بعد نشوفو الثمن ديالها و موديل وجميع التفاصيل. اذا هادي تويوتا كورولا، هانتوما كتشاهدوا معايا، هانتوما التصور ديالها من برا. ندوزو دابا
الثمن ديالها دي 13 مليون، دي 13 مليون، 130,000 درهم. مولاها تيقول على انها مازوت فيها 5 ديال الخيل ضربه في الكيلومتر 80,000، موديل 2015 كورولا. اذا بروميير مان مولاها تيقول على انها فاتور بروبر تري بيان اونتروتوني ابيل موا بور بلوس دانفورماسيون. اذا كانت هذه اخر سياره معنا اليوم من التويوتا كورولا. اذا الى عندكم اي سياره بغيتوا تعرضوها للبيع فمرحبا، فما عليكم الا توصلوا بهذا الرقم ديال الواتساب و تصيفطوا لنا رساله وان شاء الله غادي نعرضوا لكم السياره ديالكم للبيع. وبالنسبه لهاد السيارات الطوموبيلات اللي بغى شي سياره بغى النمره ديالها فيدخل الديسكريبسيون وان شاء الله غادي يلقى غادي يلقى سميتو غادي يلقى الرقم الهاتف التليفون ديال الناس باش يتواصل معهم. اذا كنشكركم على المتابعه ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.